الأردن ما هي إلا كيان لحراسة إسرائيل، كيان هزيل أنشأته بريطانيا، كل أحد يعرف هذا. والمغرب مسخ خارج عن النطاق الإسلامي من 4 قرون، وكان دوما متآمرا مع الأسبان والبرتغاليين ضد الجزائر والدولة العثمانية. فليس هذا بالنموذج الذي تضرب إليه آباط الإبل للأسف الشديد. نعم هناك محاولات، ولا شك أن الشعب هناك بدأ يعي ويتنبه إلى واقع الأمر، وبدأت محاولات التغيير، وستأتي محاولة تغيير رغم أنف النظام الأردني.